فيلسوف التحليل ونجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق كابتن ايمن يونس. نشوف بقى رايه في اداء نادي الزمالك حتى لو فريق الاتحاد المنستيري مش من الفرق القويه، لكن ازاي المباراه دي تفرق مع الزمالك للمباراه القادمه امام الشباب ثم النصر. تشوف راي كابتن ايمن. كابتن ايمن ازاي حضرتك؟ كريم مساء الخير، عامل ايه؟ الله يخليك كابتن ايمن، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. تعيان ولا ايه؟ صوتك في حاجه؟ لا ليه بس صوتي عايز مفيش حاجه يعني؟ طيب لا لا كله تمام كله تمام. ايه رايك في الزمالك الماتش اللي فات ومتوقع له ايه؟ يعني عشان برضو الجماهير تعرف احنا بنفرح قوي لما الزمالك بيكسب، بس عايزين نبقى واقعيين والفتره اللي جايه ماتش الشباب والنصر ممكن يكونوا ازاي؟ اولا حاجتين، ما قبل المباراه والاستعداد للمباراة كان في حالة من التشاؤم كبيرة في الشارع الكروي المصري. تمام. وحالة تشاؤم كبيرة كانت بتظهر ان فريق الزمالك مليان مشاكل ومليان ثغرات ودفاع وكله كان بيتكلم. وده ادى، ما نقدرش نقول على الاتحاد فريق قليل او فريق ضعيف، لكن هو كان نازل بفكرة مختلفة تماما عن اللي شافه في الملعب اللي هو فريق الزمالك. لازم نعترف ان فريق الاتحاد فريق مش ضعيف، لكن هو اتفاجئ بمستوى الزمالك، وهم اتهيأ لهم نتيجه الاعلام المصري ونتيجه كل الاحداث ان نادي الزمالك عنده ازمه كبيره. تمام. ده واحد. اثنين، لازم نتكلم ان انت معاك مدير فني مغامر. ساعات بيلعب بطريقه يا طابت يا اتنين عمر او يا هكسب يا هخسر. يعني في الشيء المغامره في ادائه وفكره وفتا عملية تحرير لعيبة كتير في الملعب بصراحة بتبقى مثيرة جدا، يعني أنت بتتفرج على المباراة وبتبقى مستمتع بكم اللعيبة اللي بتهاجم جوه ال 18 مثلا فريق الاتحاد المنستيري. أيوه. تلاقي ثلاثة وأربعة وخمس لعيبة بيخشوا ال 18. تطور غريب جدا في الناحية الهجومية. كانت وتظل دايما المنطقة الدفاعية لنادي الزمالك خاصة نص الملعب الدفاعي هو ده المشكلة. وخلينا نتفق إن فعلا هو ده مشكلة نادي الزمالك في طريقة لعب الراجل أوسوريو. أيوه. لكن المغامره نجحت، توقيتات الاهداف، الحاله المزاجيه للعيبه كتير انها تثبت للجماهير ان هم شايلين تيشيرت نادي الزمالك فوق راسهم، الحاله الرائعه جوه الاستاد بجماهير نادي الزمالك اللي كانت حاضره، لدرجه ان الناس انبهرت او الناس اتخضت او الناس استعجبت من اداء نادي الزمالك. ايه التكامل ده؟ ايه السيمفونيه دي؟ ايه الجماعيه دي؟ ايه المزاج العالي من كتير من اللعيبه، لدرجه ان انت قاعد مستمتع بفن وهندسه من بتوع زمان فعلا. لكن بصراحه هي مباراه وكانت 90 دقيقه مهمه جدا، النواحي النفسيه اللي فيها كمان مؤثره جدا في مشوار نادي الزمالك. ايوه. كان مهم قوي الفوز ده كريم، صدقني كان اهم من فكره صح الشباب صح صح وفكره النصر وفي اي فكره، كان مهم قوي. أيوه. ان الزمالك يعرف المكسب، خاصه حاله الاحباط الاخيره اللي ظهرت في الاجواء الكرويه كلها باسم نادي الزمالك. تمام. الفوز البعد المعنوي ليه كان رائع، الفوز لكتير من اللعيبه في الملعب، سبع ثمان لعيبه خارجين وهم عاملين اداء ما عملوهوش طول السنه، يعني الحاله الجماعيه بحالات الانسجام، الجون الثاني وشيكابالا بيقف كره وبيعديها لزيزو بيصلحها له ازاي، الجزيري بيشوط من زاويه ضيقه بس بقوه ازاي، في حاله مزاجيه حلوه، لعيبه الزمالك ادوا بروح بشخصيه بجماعيه رائعه بصراحه. ايوه ايوه. طيب المباراة القادمة هنلعب ازاي الماتش الجاي بقى؟ ماتش فريق الشباب فريق مختلف، فريق قوي. انت عرفت ان المدرب بتاعك، انا قلت جريء وعنيد. يعني مش هيغير حاجة من شخصيته الهجومية، هيتعامل مع أي فريق بنفس الشخصية. أوسوريو أعلن إن ده أسلوبه، دي طريقته. طب وده صح ولا غلط قبل الماتش الجاي يا كابتن؟ إن الشباب والنصر مستوى أعلى طبعًا. مستوى أعلى، بس خلي بالك انا شايف ان الزمالك عنده فرصه كبيره قوي في ماتش الشباب. بصراحه الحاله المزاجيه، أوسوريو كمان عدل من اخطائه اللي وقع فيها ماتش الاهلي. ايوه. خلي بالك ماتش الاهلي قدم اسوأ شوط اول الشوط الاول ساعه لما هو جه وخسر فيه المباراه. ايوه. يعني المباراه خلصت من الشوط الاول بين الاهلي والزمالك. فانا اعتقد ان أوسوريو استوعب الدرس ان المنطقه نص الملعب الدفاعيه هي اهم منطقه بالنسبه له، لازم ان هو يحرص فيها بشكل متكامل، وظهرت في الماتش اللي فات اعتقد وانت شفت بشكل مميز جدا. أيوه. اسلوب ان الزمالك بيعرف يضغط، بيقطع الكوره، بيعرف يقطع الكوره في مناطق
صناعه الهجمه لفريق الاتحاد المسلي كانت مميزه قوي. أيوة. يوم حلو قوي وكانت 90 دقيقه جميله. تكمل ازاي مع الشباب؟ اعتقد بنفس الطريقه ونفس الاسلوب. ما هو الزمالك لازم يفضل زمالك، هو الكبير ما يخافش. أيوة. لازم هو الزمالك بتاريخه بنجومه بجماهيره، اعتقد عنده فرصه كبيره ان هو يبادر الشباب بالهجوم، انه يبادر الشباب بالضغط، لازم يعمل كده. لكن لو الزمالك عمل شيء من التحفظ خلاص ما بقاش الزمالك بتاع اسوريو. زمالك اسوريو في عنده مغامره، جريء جدا، مندفع احيانا. اعتقد في لعيبه كتيره قوي مبسوطه من الطريقه دي في الملعب. أيوة. ابرزهم اللعيبه المتحرره امثال زيزو مثلا. زيزو بيلعب في اي مكان، فتوح، شيكابالا، لعيبه متحرره تماما. أيوة. حتى الجزيري مغير في الماتش ده من اسلوبه، من طريقته. من طريقه تحركه الهجوميه. احنا ما نقدرش نقيم، احنا مشكلتنا في مصر يا كريم ان احنا بنقيم كل ماتش، بنقيم اللعيبه كويسين ولا وحشين. لكن اللي لازم نادي الزمالك بجماهيره تقتنع بيه ان هي دي المجموعه اللي مكمله الفتره اللي جايه. ايوه. فدعمها واجب. واعتقد كلكم، كل الناس الزملكاويه بتقوم بالدور ده. طبعا. وعجبني قوي المناخ العام في مصر، استعاده لكل الجماهير وحتى المنافسين بان الزمالك قدم مباراه جيده. الزمالك عنده فرصه كبيره قوي مع الشباب انه يستمر بنفس الاسلوب، ما يغيرش اسلوبه. أيوة. لازم يفرد شخصيته، ما يغيرش من شخصيته. التشكيله هي المثلى بالنسبه لاسوريو اللي لعب بيها الماتش الاتحاد اللي ابتدى بيها الشوط الاول. أيوة. وهي اللي لازم يكمل بيها المباراه. يا مسهل يا كابتن ايمن، احنا كمان كنا بنقول ان البطوله دي كمان يعني ما شاء الله جوائزها الماليه كبيره، 6 مليون دولار. انا مش الموضوع يعني كابتن ايمن، انا كل حاجه ماليا ومعنويا وفنيا الزمالك محتاج البطوله دي على كل الاصعده او كل المجالات. يعني الزمالك لازم يمشي ماتش بماتش. ايوه، ماتش بماتش. هو ماشي الاتحاد المنستيرلي واداه بشكل جيد جدا. لازم يفكر في ماتش الشباب وباسلوب تاني مختلف، ولازم يكسب المباراه دي. ولو نجح في كده هيبقى الزمالك قدم نفسه بشكل مختلف تماما. وانا اتوقع للزمالك لو عدى ماتش الشباب ان يقدم مفاجاه كبيره في البطوله. يا رب صراحة. يا رب ان شاء الله. ميرسي جدا حبيبي يا كابتن ايمن، مبروك وان شاء الله نبارك لبعض الماتشات اللي جايه ان شاء الله. يا رب بإذن يا رب الله. اوكي، الله يخليك. شكرك، شكرا جزيلا كابتن ايمن يونس، طبعا نجم الكبير، وسعيد هو بالاداء وكلنا سعداء بالاداء. لكن زي ما قلنا يعني مباراه الشباب والنصر هتكون مختلفه تماما فنيا عن مباراه الاتحاد المنستيري.